السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حي الله سود الدعم اللوجستي، وحي الله جميع القوافل خدام اهل البيت عليهم السلام. سطرتوا اروع الانتصارات بفتوى المرجعيه منذ الفتوى والجهاد الكفائي، من بدينا بالاسحاقي لحد عكاشات حدود سوريا، واليوم نداء السيد السيستاني الله يحفظه للعراق. ان شاء الله الاغاثه الانسانيه هي مو بس باسم السيد السيستاني المرجع بالعراق الاول، وانما باسم صاحب العصر والزمان الامام المهدي عجل الله فرجه وسهل الله مخرجه، نصره كل مظلوم. وان شاء الله كلكم انسانيه، وانتم قبل الدعم اللوجستي انتم كلكم غيره وكلكم انسانيه. حي الله ود الشايب. واليوم أهل المواكب هم خدام أهل البيت عليهم السلام، مو جديدة عليكم إن شاء الله. وإن شاء الله كل من يلتحق بالدعم اللوجستي إلى عد الله بنصرة كل مظلوم. حياكم الله وجزاكم الله خير جزاء المحسنين. خدام أبو الفضل العباس آلي الزعفرانية مع خادم الإمام الحسين عليه السلام وسام السعدي أبو العباس.